السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله، بناء على كلام دكتور محمد، لينا إن في 3 اختبارات إن شاء الله هنتكلم عليهم، يخصوا الماس ترانسبورت، يخصوا الماس ترانسبورت. طيب، قبل بس ما أخش في الاختبارات، عايز بس أكلم ماس ترانسبورت. إيه هي كلمة الماس ترانسبورت؟ يعني إيه الماس ترانسبورت؟ ده شق يخش ضمن الديورابيلتي. بمعنى، عارفين طبعا الديورابيلتي ديت هي ايه؟ مقاومه المنشا او مقاومه الاستراكشر اللي عندك للعوامل الجويه، الحاجات اللي هي بتؤدي الى ديتريشن، اللي بتؤدي الى ايه؟ تدهور المنشا. تمام كده، العوامل الخارجيه. طيب، الماس ترانسبورت ازاي ان الخرسانه تبقى النفاذيه بتاعتها قليله، بحيث ان اي عوامل ما تخش جوه الخرسانه ويتاثر بالسلب عليها. زي مين الحاجات اللي ممكن تاثر على تدهور الخرسانه؟ زي عندك الاملاح، الكبريتات، طبعا الكبريتات بتاثر على الخرسانه بالسلب، اللي بتكون ايه، بتخش وبتتفاعل مع في وجود السي 3 ايه، وبتديني مركب. المركب دوت بيحصل له زي سويلنج، انتفاش، ويديني شغل جوه الخرسانه، خلاص، على حسب نسبه تركيز الايه، كبريتات. طيب، املاح الكوريدات، تخش املاح الكوريدات تضرب على حديد التسليح، بيعملوا عمليه كهروكيميائيه، تمام، ويديني ايه، بيحصل عنه نتيجه ايه، الكوروجن. الاحماض، ثاني اكسيد الكربون، عمليه الكربونيشن. اي حاجه، سائل او اي عوامل جويه تانية، بتخش جوه الخرسانه عن طريق مين؟ عن طريق نفاذيه الخرسانه. فكل ما الخرسانه تكون النفاذيه بتاعتها قليله، طبعا بتساهم بقدر كبير ان الايه، تعمل زي بلوك او تقلل من دخول ايه، العوامل ديت، تقدر تديها ايه، او يحصل لها ديتريشن. طيب، في اختبارات بتقيس او بتعمل ديكيشن للديورابيلتي. اول اختبار منه ان طبقا للبريتش ستاندرد، زي ما ايه، انتوا شايفين كده، البريتش ستاندرد اللي هو الاختبار الديبس اوف بينتريشن اوف ووتر اندر بريشر، اللي هو ايه، اختراق الميه او قدره الميه ان هي تبدا تخش جوه الخرسانه. الميه طبعا محمله، طبعا املاح، كبريتات بقى، كوريدات، ايا كان يعني، وتبدا تخش جوه اندر بريشر، تخش جوه الخرسانه اندر ايه، اندر بريشر. تمام كده. طيب، الاختبار دوت هتلاقي الرقم بتاعه البي اس 12398 8، للناس اللي ايه، انا طبعا هديهولكم، الناس اللي عايزه تعمل سيرش عليه يعني، في البي اس 12398 8. تمام، دي اصدار 2009 بريتش ستاندرد. طيب، نبدا نخش جوه الاختبار. طبعا احنا مطالبين ان احنا نعرف فكره الاختبار فقط، نعرف فكره الاختبار فقط، وانا اقول لك الحاجات اللي انت ايه، بسرعه فكره الاختبار وتركز عليها. اول حاجه، ده اسم طبعا الاختبار. نبدا نشوف ايه العينات. قبل ما نشوف بس الاختبار، نشوف اول حاجه العينات بتاعه الايه، بتاعه الايه، الاختبار. تمام كده. طيب، نجيب العينات الاول ونشوف انا بشتغل على العينات كام. قال لك العينات اللي بشتغل عليها ممكن تبقى كيوبيك او سلندر او بريزماتيك، يا مكعب او سلندر او منشور للبريزم، واخد بالك. طيب، المينيموم دايمنشن ليها في 15 سم، يعني البعد لو انت شغال على مكعب يبقى 15 × 15. تمام كده. سلندر يبقى قطرها برضو 15، بس مديك شرط تاني اللي هو ما يقلش ايه، اقل دايمنشن او اصغر دايمنشن ما يقلش عن 10 سم، يعني الطول بتاع السلندر ما يقلش عن 10 سم. تمام كده، يا اما تشتغل مكعبات 15 × 15، يا اما السلندر واللينس بتاعها بيبقى كام، في حدود 10 سم. تمام كده. طيب، نشوف بقى مع بعض كده العينات بتاعتنا. قبل ما نحضر العينات، نبص كده على الجهاز. انا طبعا ايه، جبت لكم كده، عملت فايل وورد، وزي جبت الصور كده من فيديو كان برضو زميل شغال برضو بيعمل ايه، الجهاز طبعا مش موجودين عندنا في الايه، في المعمل، فعشان كده جبته كده عن طريق ايه، الصوره للفيديو قطعته، وبوريكم بس الايه، الشكل بتاعه التشغيل يعني ايه، عشان نبدا نتصور هو شغال ازاي. طيب، السيت اب بتاع الجهاز ده، الفريم، الفريم دوت بيحتوي على ايه، على 3 من اللي بيحتوي على الميه، البارز ديت، ودي اللي بتضخ الايه، بتضخ الميه، ودوت ابدا اتحكم في البريشر عن طريق كومبريسور ولا حاجه، ده المؤشر اللي انا بضغط بيه ايه، الميه. تمام كده، ودول زي ايه، زي ايه، انابيب كده للميه. تمام كده. طيب، العينات بتاعتها زي ما انت شايف كده، وبيسيع 3 عينات، تمام، وبيتركب عليهم زي فريم كده، وقاعده فوق وقاعده تحت، زي مثلث فوق ومثلث تحت، بايه، بيحبسوا على او بيمسكوا العينه تحتيها بنفس السيت اب اللي انت شايفه كده، عينه واحد، عينه اتنين، عينه تلاته، وبيتكتب عليها التاريخ. المكعب ده 15 × 15 × 15، تمام، طول درعه 15 سنتي، وبيتحط عليه حاجه تثبيت بس كده عشان اثبته، يعني الحاجات اللي فوق دي حاجات اضافيه بس ان انا اثبته، قالب توب ولا حاجه، عشان بس الايه، الارتفاع كبير شويه. ممكن العب طبعا في الايه، في المسامير دي وانزلها، بس خليها زي ما هو عاملها كده، مفيش اي مشكله ليها. طيب، بالنسبه لتحت، تحت في ايه؟ قال لك اللي تحت دوت المفروض ان هنا في الخراطيم المتوصله بتبدا تضخ الميه من تحت مش من فوق، الميه بتضخ من تحت، بتنزل كده الايه، للخراطيم بتاعتك او المواسير بتاعتك، تبدا تضخ الميه من تحت على السطح بتاع مين؟ بتاع
المكعب. طيب انا عايز اقيس ايه في الاخر؟ اقيس ايه في الاخر؟ اقيس الديبس اوف بنتريشن الميه، يعني كميه الميه اندر بريشر بتضغط قد ايه وتخش جوه المكعب قد ايه، ودي اللي انا هقيسها في الاخر. تمام كده؟ طيب يبقى عرفنا العينات ايه، 3 عينات. قبل ما اخش في الاختبار عايز اعرف اجهز العينات دي ازاي، اجهز العينات اللي هي الكيوبس دي ازاي. انزل تحت كده، قال لك المكعب اهو، انت هتشتغل على انهي سايد المكعب ده مثلا، وليكن هو مصبوب في الفيلد. تمام كده؟ انت بتصبيت مثلا في الايه، صبيت بالسطح دوت، ما ينفعش تشتغل عليه، هتشتغل على اي سطح جانبي من المكعب. تمام كده؟ ما ينفعش تشتغل في اتجاه الصب يعني. طيب ايه اللي هو بيعمله دوت؟ الراجل بيعمله اول حاجه بتحدد حضرتك، بيقول سي ده جوان او اول سي، يعني اسمه جوان او سي، وبترسم عليه كده قطر 10 سم، بترسم عليه دايره وبتحدده بنفس المنظر ده. ليه؟ عشان تحبس الميه، يبقى الميه هتخش من خلال مين؟ من خلال الجوان دوت، او داخليه من خلال ايه، العلامه او الدايره اللي انت حددتها على سطح المكعب دوت. تمام؟ بعد كده خلاص انت عملتها، المفروض ان انت حضرتك تعمل ايه بقى؟ السطح ده كده جيب بفرشه وتبدا تعمل ايه، تخشن السطح. يبقى هتخشن السطح كده واعمل ايه، العلامه، عشان بس لو الماركر بيتمسح ولا حاجه. يبقى تخشن السطح وبعد كده اعمل ايه، العلامه عن طريق الجوان ده اللي هو قطره كام، 10 سم، والمكعب خلي بالك 15 في 15. تمام كده؟ طيب بص بقى شكل الجوان ده، الجهاز اهو قبل ما احط العينه، بص كده العينه هي محطوطه شكلها كده، وده قبل ما احط العينه حطيت الجوان، والميه بص بتخرج منين، الميه بتخرج من ايه، من الفتحه ديت. يبقى المفروض الفتحه دي المكعب هيبقى ريستد هنا كده نفس المنظر ده اهو، ويتحط عليها والميه جايه من ايه، من تحت. تمام كده؟ طيب الفكره بقى بتاعت الجهاز، خلاص احنا عرفنا كده الفكره بتاعت الجهاز، ان انا هعرض العينات دي لضغط ميه 500 كيلو باسكال او بحط 5 بار. بحدده ازاي البار؟ عن طريق المؤشر دوت، ده بيقرب البار واجيب له ايه، بعدده من هنا، بضبط كده ان هو يدفع لحد ايه، لحد 5 بار، والعينات دي تتعرض لايه، لضغط الميه لمده 72 ساعه زائد او ناقص 2 طبقا للمواصفه. الكلام ده كله طبقا لايه، للمواصفه اهي. تمام كده؟ يبقى ال 500 كيلو باسكال او 5 بار لمده 72 ساعه زائد او ناقص ايه، ساعتين، او زائد او ناقص ايه، 2 يعني. تمام؟ طيب يبقى انا هسيبها، بتفتح حضرتك الايه، البالب دوت اللي هو الايه، الصمام دوت، عشان تنزل الميه وتظبط ان انا اشتغل على 5 بار، وتسيبه لحد 3 ايه، 3 ايام 72 ساعه، وبعد كده ترجع تفك المكعبات بتاعتك. طيب بعد ما تفك المكعبات ايه اللي هيحصل؟ اكيد الميه نتيجه الضغط دخلت جوه عن طريق المسامير بتاعت مين، بتاعت الخرسان. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ انا عايز بقى اقيس. طب اقيس جوه المكعب ازاي؟ خد المكعب ده بعد ما تفكه ودخله عند مكنه مين دي، مكنه الضغط، هتدخله عند مكنه الضغط واعمل له زي سبليتنج. يعني ايه سبليتنج؟ اقسم المكعب نصين في الاتجاه بتاع مين، في الاتجاه بتاع البريشر بتاع الميه. يعني انت خدت مكعب نفس الوضع بتاعه كده، هتشيله وتحطه في مكنه الضغط، وتحتيه مين، تحتيه سيخ حديد وفوقيه سيخ حديد، وتبدا تضغط ببريشر لحد ما يحصل انقسام. بص انقسموا ازاي، العينتين. خلاص بعد ما انقسموا العينتين هتاخد طبعا عينه منهم وتبدا تقيس لحضرتك مين، الدبس بتاع مين، بنتريشن بتاع الميه، تحدده كده بالماركر يعني الموجود ده، ده قلم كده احدد مين ايه، ان الميه دخلت لحد هنا، واقيس اقصى دبس للايه، للبنتريشن. طيب تمام كده؟ فطبعا كل ما يزيد الدبس ده، كل ما يكون المساميه او المساميه او البرميا دلتا بتاعت المكعب فيها فويدز متصله وكتيره، فيها فويدز متصله طبعا، ده رقم واحد، تكون هي متصله عشان ايه، بتبدي تخش بدبس اكبر. خلاص عشان بتعبر لي في الاخر خالص على ايه، ان في المساميه بتاعته بريمنت بتاعته كبيره او قليله. تمام كده؟ طيب طبعا انا وضحت هنا كل حاجه في الابلكيشن فوتر، وقلت لك الطريقه بتاعت الايه، الاكزامينيشن بتاعتك. طيب في حاجه كده عايز برضو انوه عليها، ان انت العينه بتاعتك، العينه دي لازم تكون عند بعد 28 يوم، لان لو انت صعب عايز تعمل اختبار ده تعمله ليه عينات بحثيه، عينات بحثيه خلاص، او عايز تعمل بحث ولا حاجه، يبقى لازم تصب العينات ويعدي عليها كام، 28 يوم، بعد كده تبدا ايه،